أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرجو أن تقدموا نصيحة لبعض طلبة العلم الذين يستعجلون بالفتوى، وخاصة أئمة ومؤذني المساجد. الفتوى من اختصاص العلماء، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل به خبيرا، فأهل الفتوى هم أهل الذكر وأهل العلم المختصون به، ولا يسأل أي طالب علم أو أي مبتدئ أو أي عامي، هذا لا يجوز، هذا من القول على الله بغير علم. لا يجوز أن يسأل مثل هؤلاء، ولا يجوز لهؤلاء أن يفتوا. في الحديث أو في الأثر: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لأن الذي يفتي يقول إن الله أحل كذا، ويخبر عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا، فهو يتقول على الله بغير علم. فإذا كانت فتواه خاطئة يتقول على الله بغير علم، وسيسأله الله عن ذلك يوم القيامة.